السلام عليكم. في الفيديو هذا باش نشوفو الاكسبريسيون جينيرال دو تيرم جينيرال دون سويت اريتميتيك. باش ننطلقو من البروبليم هذا اللي هو بروبليم عندي اون سويت اريتميتيك او ان اون سويت اريتميتيك دو بريمير تيرم او 77 إيجال تروا، ولهني لو كان تلاحظوا ما بديناش من زيرو كيما مستانسي، بدينا بالتيرم الروم تاعو 77. باه، طب بعديش نقولكم معليش علاش عملت الرومارك هاذ. إي دي ريزون إير إيجال خمسة. باهي، والسؤال المطروح لهني كالكولي U 500 معناتها التيرم دانديس 500. دونك هذا البروبليم تاعي. دونك لهني بالطبيعة ما نجمش نستعمل الفورمي اللي شفناه في الفيديو اللي فات اللي هي U N يقال U 0 plus N A، لأنه بكل بساطة ما عنديش U 0، عندي U 77 برمية تيار ماهوش U 0. ده دونك نستحقو إن فورميل جينيرال للحكاية هذي، تو نكتبوها بعديش في المستطيل الأزرق هذا اللي ملوط ملوط على اليسار. باهي، دونك كان ناخذ سويت أريتميتيك كلاسيكية تبدأ من تيرم، تبدأ ببرمية تيرم U 0 U1 U2 U3 U4 حتى كش نوصل في الاخر UN. ب لو كان نحي بطبيعة بين تيرم و تيرم ثم الريزوم تاعي ثم A بين U0 وال A1 A هم بين U1 وال U2 وال U3 وال U4 بين كل دو تيرم كونسيكتيف ثم الريزون بالطبيعة. ايه اللي هني لو كان نحي تيرم لول اي زيرو مش يولي بريميو تيرم او ان، دونك او ان لو كان نستعمل الفورميل دي ريكورونس متاعي اللي هي او ان بلس ان ايجال او ان بلس اي، دونك UN égale U1 terme l'eau, premier terme, plus nombre de fois, tu as raison. Quel est le nombre de fois? Quel est le nombre de fois? N moins 1 fois, donc plus N moins 1 fois R. B. Bnefs le formule est de bichin stamela, lequel est U1 باش يولي لي بريمي تيرم لهني U2، دونك UN إيجال بريمي تيرم لهني ولا U2 بلوس نومبر دو فوا دو ريزون، كي نبدا من U2 حتى كشل UN قداش ثما من A، بالطبيعة ثما N موان دو plus n moins 2 fois e. B. نفس الشيء تو كي نفسخ تيرم U2 باش يولي لي بروميي تيرم هو U3، ونابليكي الفورميل نتاعي UN باش نلقاها بروميي تيرم اللي هو ولا U3 بلوس n موان 3 fois e. دونك تو نجم نعمل كونجونكتير نتاعي للفورميل. دونك نجم نتكاهن بالفورميل نتاعي. الفورميل هي او ان ايجال او بي، عادة هذا دوني او بي اللي هو بريمي تيرم يعطيهول، بلس ان موان بي فوا ريزون.
دونك هذه مجرد كونجونكتور. تو في فيديو اخر نعملو لها ديمونستراسيون نوريكم كيفاش جد بالضبط الفورميلات. بيه تو كان ناخذ اكزومبل ابليكاسيون ديريكت. الاكزومبل نتاعنا هو جواب على البروبليم اللي بدينا بيه المره الاولى. دونك يو ان اي ارثميتيك و دو بريمي تيرم يو 77 ايغال ا 3. الريزون نتاعنا هو 5. وبالطبيعة مطلوب مني هو باش نلوج على يو 5. لهنا نولي ديريكت نستعمل الفورميل. الفورميل متاعنا اللي هي U N إيجال U P بلس N موان P فوا ريزون فوا R. ب U N هو التيرم اللي قال لي لو جالي معناتها U 500. جيست نعاود به U P هو دوني اللي هو U 77. دونك U 500 إيجال U 77 بلوس N N تاخذ 500. دونك والبي هي سبعة وسبعين. بطبيعة فوا الريزون تاعنا اللي هو فوا سانك. جيست عوض كل تيرم بالفالور متاعه. عادة البرمية تيرم يكون دوني والفورميل هذي نجمو نستعملوه كي يقول لي اكسبريمي اون فونكسيون دو ان. اكسبريمي او ان اون فونكسيون دو ان مثلا. والا يقول لي لو وجد على التيرم رقم كذا كذا. دونك هذي تسهل عليه الطريق ديريكت. دونك تو كالكول ساهل ما في حد شيء. U 500 إيجال U 77 هو 3 بلس 423 فوا 5 إيجال 3 بلس 2115 اللي هي 2118. فوالا دونك U 500 هي 2118. فوالا. يعطيكم الصحة.